دائما ريما بتحضر لنا مفاجآت رائعة جدا على الصبح. ما في أحلى الواحد من يبدأ نهاره برياضة تنشطنا وتحرق السعرات الحرارية. اليوم رح تكون معنا ريما. صباح الخير ريما، كيفك حبيبتي؟ حالك الحمد لله، كيفك انتي؟ أهلا وسهلا. وآلاء، أهلا وسهلا آلاء وهيا. اوكي، اليوم عتبة يعني صح؟ تمارين على الستيب لحرق السعرات الحرارية، يعني بنسويها كارديو. طيب حلو، واللي بالبيت إذا ما عندهم ستيبر على الأرض بيقدروا يعملوها على الأرض، نفس الحركات بس على الأرض. حلو، اوكي، هاي بس إنه بتزيد الجهد يعني. طبعًا لأنه عم ترتفع أشعة. بس أحسن من صفر على الأرض، بيكون كتير منيح، يعني أحسن من إنه ما يعملوا. طبعًا لازم يتحركوا. يلا تفضلي ريما. صباح الخير، صباح الحركة، صباح النشاط. اليوم معنا برنامج عتبة، اللي هو برنامج عربي على الدرجة. لرفع نبضات القلب وحرق السعرات الحرارية. جاهزين؟ رح نبلش هون. ماشي، أول شيء إيدينا هون، رح نبلش بالكعب، علي الصوت شوي. بنكمل هون برجلينا. هلا من هون، واحد اثنين تشاتشا، كمان مرة واحد، ونغير زي التشاتشا بالرقص. هلا بنضلنا محلنا هون، واحد مكاننا، بنحاول نرفع نبض القلب، ايدينا هون. هلا بنطلع فوق هون، كمان نعلي الصوت شوي. ايوه، اخر مره بنطلع فوق. هلا بنضل نطلع فوق فوق العتبة، بنضلنا مكملين كمان فوق. حاول نرفع نبض القلب لفوق بالإيدين، نرجع هون واحد حركة، ومنرجع كمان اثنين، ومنلف كمان، ومنغير غير. هلا من هون نطلع فوق عشان نعلمكم شو الحركة. فوق فوق، تحت تحت، كمان فوق، كمان واحدة، ونوقف هون ومنغير على الجهة الثانية. جاهزين؟ واحد ومنغير تشاتشا. ايوه، تنتين كمان، هاي آخر مرة. نطلع فوق هون فوق العتبة، كمان نكمل نكمل. أيوة، فوق وتحت كمان. أيوة، هلا رح نعمل نفس الحركة اللي عملناها قبل شوي، بطيئة سريع. فوق وتحت هون. كمان. أيوة، آخر مرة. نرجع بطيء وننزل لتحت، نغير آخر مرة بطيئة من هاي الجهة، كمان مرة هاي الجهة بطيئة. جاهزين نعملها سريع؟ ويلا حركة كمان. أيوة، برافو، آخر مرة، ممتاز. هلا اللي وراها رح نعمل زي دبكه على العتبه. جاهزين؟ ماشي في المكان. هلا من هون رح نطلع، ننزل ونطلع. ايوه، هلا بنحط ايدينا هون، ايوه
هلا من هون نطلع فوق العتبة كمان. أيوة وقف هون، نطلع هون، نرجع هون، تنتين منطلع فوق. أيوة فوق كمان، فوق هلا بنطلع هون سريع، بنحط الايد هون، ننزل لتحت هون، كمان نطلع هون حركة فيها عتبة. أيوة هلا بنطلع لفوق الجهة الثانية. أيوة نطلع بإيدينا لفوق. أيوة كمان لفوق. أيوة ما ضل شيء ويلا لفوق. هولد نوقف هون، الرجل الثاني فوق هون زي اللي بلوح. يلا أيوة فوق والإيد. أيوة أجين كمان مرة. جاهزين هون نغير كمان كمان. يلا آخر مرة نضلنا هون تحركة. هلا إذا تعبتوا ممكن تعملوها هون كمان. ما ضل شيء كمان. إيدينا فوق هلا من هون نوقف ننزل فوق العتبة بين الرجلين كمان. أيوة هلا بننزل هون بنتفش كمان وبنتفش نفس كمان فش كمان. الخيال أسهل هذا الخيال الأسهل كمان ننزل هون. هلا من هون رح نعمل استرتش ننزل لتحت. نغير جهة تانية نفس حركة. هلا بنرجع الرجل لورا هون عتبة ونحط ايدينا هون عشان نعمل إطالة لكعب الرجل ولبطة الرجل من هون. نغير على الجهة التانية ستريتش هون، ننزل كعب الرجل بعدين نجيب الايدين. هلا من هون بفتح رجلي في الهواء وبعمل زي توازن. غير الرجل الثاني نرفع الرجل توازن بيعمل كمان قوة في عضلات المعدة. ننزل هون نرجع لورا نمسك العتبة ونفتح
بنفرد الرجل لفوق. هلا بنجيب الرجل على الجنب وبنلف الحوض. ننزل الرجل هون ونطلع الرجل الثاني. نظرنا لقدام. ثاني وبنلف الحوض شوي. هلا من هون بمشي بايدي بحط رجلي قدام بضغط الهبس لتحت بحط ايدي بالنص وبرفع ايدي لفوق برجع بحط ايدي تحت هون وبدفش رجلي لورا وبحط رجلي الثانية بسنتر ايدي بالنص وبرفع ايدي لفوق. هلا من هون بدفش رجلي لورا وبقدم رجلي لقدام وبقعد على الجنب وبمد رجلي هون باخذ شهيق وبنزل لتحت زفير برجع شهيق وزفير لتحت كمان كنتين شهيق وزفير. هلا بجيب رجلي هون وبعمل استرتش للايدين الإيد الثانية. هلا بجيب إيدي من هون وبطلع كروش لفوق وبعمل شهيق بلف الجزء الأعلى من الجسم بعدين باخذ رجلي من فوق العتبة وبلف إيدي لورا هون فتح. هلا من هون بعمل إطالة للرقبة الجهة الثانية وبعدين بنزل لتحت وبنطلع لفوق شوي شوي باخذ شهيق وزفير. بهيك بيكون انهينا حلقتنا لليوم. شكرا آلاء، شكرا هيا، كانوا معنا بحلقة عتبة لليوم. ان شاء الله نشوفكم بحلقات الجاي وبرامج جديدة وتمارين جديدة. معكم ريما عامر، يعطيكم العافية.